بسم الله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الاثنين الموافق 17/8/2020 ومن مجزر البساتين بالقاهرة. استبع فتاح حليم تبع الشركة العامة لوزارة التموين محمل 2 طن رحيم مع مديرية أواف السويس. اليوم الاثنين 17/8/2020 أنا السواق صبر السيد صبر محمل 2 طن لحوم صكوك الأضاحي متجه إلى مديرية الإسماعيلية. رحيم محمد يسر عبد الوليد سواق شركة العامة لتجارة الجملة. إن شاء الله أنا محمل 2 طن لحوم صكوك أضاحي متجه لمحافظة مرسى مطروح. بسم الله الرحمن الرحيم. السائق أحمد حافظ يوسف ان شاء الله حملنا النهارده من مجزر البساتين بتاريخ 17/8/2020 ليتم تسليمها غدا ان شاء الله 18/8/2020. الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين 17/8/2020 انا السائق ابراهيم الدغيدي متوجه من مجزر البساتين الى اوقاف اداره البحيره بحموله 3 طن ومع احد اعضاء التفتيش لتسليمها لوكيل وزاره اوقاف البحيره. عبد الحميد سائق تبع الشركه العامه لتجاره الجمله متجه الى اوقاف بورسعيد معايا حمولة 2 طن ومعايا أعضاء هيئة التفتيش لتسليم الكمية المذكورة